أيضا من وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك نطالع هذا التقرير وعنوانه: هل تحصل دول المقاطعة على تعويضات من قطر؟ التفاصيل: ضمنت وثيقة طلبات دول المقاطعة لقطر التعويض عن العمليات الإرهابية التي قامت بها التنظيمات التي تمولها وتدعمها الدوحة حسب قول الدول الأربعة. الدكتور محمد حسين أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة قال عن مبدأ التعويض في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية إن القذافي دفع تعويضات لأهالي ضحايا حادثة لوكيربي، ومصر دفعت تعويضات للضحايا المكسيكيين في الصحراء الغربية، وإذا ثبت أن قطر ضالعة في الإرهاب فعليها دفع تعويضات لكل من أديروا وكل من ماتوا. أضاف الدكتور حسين أن كل دولة لديها هيبتها التشريعية، وكل واحدة منها تضع قانونا مثل قانون جاستا الأمريكي، والولايات المتحدة دولة عظمى وتضع قانونها والأموال الخاصة بالدول المعنية لديها. وتابع أستاذ العلاقات الدولية أن الدولة لو أصدرت قانونا وصدقت عليه والشعب باركه تقع المشكلة في تنفيذه، وأوضح أن دولة مثل الولايات المتحدة لو أن بها محكمة فيدرالية أو حتى محكمة ولاية حكمت بتعويض تستطيع أن تجمد الأموال الموجودة عندها أو تحصل عليها، سواء كانت السعودية أو أي بلد آخر. كما ذكر أن المبدأ القانوني واحد وأن كل الدول سواسية أمام القانون، ولكن العبرة كيف تنفذ هذا القانون. أكد أيضا أن القضايا الدولية ترفع قضاياها ويستعان بمجلس الأمن لإجبار تلك الدول على التنفيذ سواء قطر أو غيرها. يمكن الحجز على أموالها على أصولها الثابتة، يمكن أيضا تحصيل حقوق المتضررين من هذه الأموال، فالمبدأ وارد.